الاعداد في انجلش لانجوج في شورت باولز في لونج باولز. دي مهمه جدا ولازم تعرفها، الفرق ما بين الشورت واللونج. الباولز عندنا ايه؟ اي اي او اي. يعني ايه شورت باول؟ يعني حرف متحرك الساوند بتاعه قصير ما بنمدش فيه. اللونج اللي هو المنفوذ الطويل. طيب اول باول عندنا اللي هو الاي، ده الرمز بتاعه او ده السيمبل بتاعه في الانجلش لانجوج في القاموس، لازم تعرفه. السيمبل ده لازم تعرفه. السيمبل ده الساوند بتاعه اه، بيفتح بقنا كده اه 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 زي ايه بقى؟ زي مثلا كلمة اند، كلنا عارفينها. اند هات رات فات. طيب ازاي اجيب اللونج فاول من الساوند ده؟ اجيب اللونج فاول من مثلا كلمات زي هات، زي رات، زي فات. اللونج ايه بقى؟ اللونج ايه فيها كذا كذا شكل. اول حاجه لو ضفنا القاعده دي سي وبعدين في وبعدين سي وبعدين اي، ايه ده؟ يعني كونسنت حرف ساكن، فاول حرف متحرك، وبعدين كونسنت، وبعدين الاي في الاخر. الاي هنا بنسميها الماجيك اي. الماجيك اي ليه اسمها الماجيك اي؟ الاي السحريه. ايه الماجيك اي او الاي السحريه؟ ايه السحر اللي بتعمله؟ بتغير الساوند بتاع الفاول من شورت للونج، من شورت للونج. طب ما تيجي نشوف مع بعض. ادي الكلمه الاولانيه لما نيجي نضيف لها الماجيك اي، الاي بقى تقول لها الماجيك اي، تقول لها ايه؟ خلي بالك بقى، تقول لي الايه اللي هي الشورت انا همشيك على مزاجي. ازاي؟ انت شورت، انا ماجيك هعمل لك سهله اخليكي لونج. احنا كنا بنقول هنا اه اه، هنا اللونج الساوند بتاعها. بص الفاول، بص بقى هنا، بص هنا الايه اللونج ايه الرمز بتاعها، السيمبل بتاعها كده في الديكشنري. اول حاجه اغير السيمبل اهو. السيمبل ده الساوند بتاعه ايه 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 ايه. احنا كنا بنقول ازاي بقى هنا الاول كان ازاي؟ اه البق بقى عامل ازاي؟ ايه ايه ايه. خلاه الساوند بتاعه زي اسم الحرف بالظبط. طب نقرا كده، احنا كنا بنقول هنا ها، طب نيجي نقول هنا اعمل زي ما انا قلت بقى، كنا بنقول ها نقول ايه؟ ايه تبقى ايه؟ طب هنا كنا بنقول رات نقول ايه؟ نقول ايه بقى هنا؟ ريت. نقول ايه؟ ريت ريت. هنا كنا بنقول فات نقول ايه؟ فيت. نقول ايه؟ فيت فيت فيت. غير ولا ما غيرش؟ غير جامد اهو. فات فيت، هات هيت، رات ريت. ده أول حاجة في اللونج إيه؟ في حاجات كتيرة في اللونج إيه أه، بس مش هناخدها دلوقتي، هناخد بس الجزئية دي اللي هي الماجيك إيه، لما بتدخل على الحرف وتحوله من شورت للونج، من شورت لإيه؟ للونج. طيب، ندخل على الإي. الشورت إي. الشورت إيه؟ إي. الشورت إي اللي هو حرف الإي القصير، الساوند بتاعه إيه؟ الساوند بتاعه ايه؟ طب نشوف لو جه في اول الكلمه زي كده اك، والرمز بتاعه هو برضه هو هو زي ايه كده، زي ايه ده السامبل بتاعه، زي الكلمه دي. ما نقولش ايد، ما نقولش ايد، نقول اك 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 اك. وزي الكلمه دي الكلمه دي
اللي هي ايه؟ اهي فيها تو فاولز اهي فيها شورت ولا فيها شورت ايه وشورت اي اهي اوي فانت اهي اوي فانت اوي فانت ما تقوليش اليفانت اليفانت لا اوي فانت اوي فانت اوي فانت اوي فانت اوي فانت اوي فانت. لو جبناها في وسط الكلام بقى في وسط الكلمات زي مثلا الكلمه دي هن هن وزي الكلمه دي مثلا هن. طب وزي الكلمه دي هير 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 بس دي مختلفه شويه بلاش هير دلوقتي. طيب تعالى في اللونج اي الاي طويله نمشي القاعده بتاعتنا اللونج اي خلي بالك ان اللونج اي بقى الرمز بتاعها كده اي وجنبها نقطتين كده ده اللونج اي. طب والساوند بتاعها الساوند بتاعها اي 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 شوف الساوند اتغير كنا بنقول اه وبعدين قلنا ايه اي وبعدين اه وبعدين قلنا ايه اي وبعدين قلنا ايه اي. طيب نشوف القاعده كده عندنا الكلمه دي اهي اهي here اهي here اهي here لو شلنا الاي هتبقى here stop talking and writing and concentrate نوقف الكتابة ونركز عشان نفهم الأول. لو شلنا الاي هتبقى لو شلنا الماجيك اي هتبقى here هتبقى here here حطينا الماجيك اي هتبقى here هتبقى here هتبقى here في اللونج اي كلمات كتير على فكره اللونج اي فيها حاجات كتيره فيها الدبل اي اتنين اي مع بعض زي كلمه مثلا سي اهي سي وفيها الاي والاي انا بدي امثله بس فيها الاي والاي زي برضو السي اللي هي بحر دي سي ودي سي دي تبع اللونج اي. طيب اللونج اي والشورت اي الاي قصيره هنقول الشورت اي خلي بالك عشان بتتلخبط انت ما بين الاي والاي بالذات الاي والاي بتعمل لخبطه كبيره جدا الشورت اي والشورت اي احنا قلنا الشورت اي قصيره خفيفه بتقول اه اه طب الشورت اي اه اه بنعمل استرس شويه اه اه دي الشورت اي يبقى الشورت اي اه لكن الشورت اي الساوند بتاعها يا يارا اي 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 اي. طب نشوف كلمات كده مثلا اهو في اول الكلمه مثلا زي ان وزي ات في وسط الكلمه اهي زي كلمه ايه بين بين عشان تميز ما بينها وما بين بن دي بن اللي هي دبوس غير بن القلم غير بن القلم الجاف يبقى انا عندي بن وعندي بن دي شورت اي. طب اللونج اي يا مستر اللونج اي طبعا الشورت اي الرمز بتاعها كده زي الاي كده اهي زي الاي لونج اي الاي الطويله الرمز بتاعها الاي الطويله الرمز بتاعها كده ده الرمز بتاع اللونج اي. طيب الساوند بتاعه اي يعني اللونج اي بتتنطق اي اللونج اي بتتنطق ايه اي بتتنطق ايه اي زي كده. بصوا احنا عندنا مثلا كلمه زي ست دي شورت لما احط لها الماجيك اي هتتنطق ايه ها تتنطق ايه لما احط لها الماجيك اي ست برضو لا احنا قلنا ايه الساوند بتاعها ايه؟ اي تبقى ايه؟ سايد الماجيك ايه خلت الاي الساوند بتاعها اي فهنا كنا عندنا سيت لما حطينا الماجيك ايه بقت ايه؟ سايد 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 ريد ما
لما احط لها ماشي دي تبقى ايه؟ رايت. برافو عليكم. هيد لما احط لها الماشي دي تبقى ايه؟ هايد. هايد هايد تبقى ايه؟ هايد. طيب نشوف تاني الايه؟ الاو الشورت او واللونج او. الاو الطويله. الشورت او الساوند بتاعها او وفي الامريكان اكسنت الساوند بتاعها او كده بنمد فيها شويه. يعني مثلا كلمه زي دي في البريتش نطقها ايه؟ دا. في البريتش نطقها دا دا. في الامريكان بنعمل ايه؟ دا. بنعمل بالموت كده دا دا دا. طب كلمه زي دي في البريتش البريطاني نقول ايه؟ ستوب ستوب ستوب. لكن في الامريكان ما بين الايه اهو ستوب. شوفوا ايه كده في البريتش ستوب اهو ستوب ستوب. بص على البوي بص على حد البوي ستوب لكن في الامريكان ستوب. ده في الامريكان اكسنت. طب اللون او الاو طويله اللون او الاو طويله اللي هي زي كلمه مثلا الكلمه دي كلنا عارفينها دي كلمة ايه؟ نوز. اللونج او الساوند بتاعها خلي بالك عشان اللونج او فيها كذا كذا حاجة. اللونج او الاو الطويلة الساوند بتاعها لما يبقى في عندي ايه في الاخر زي نوز نوز نوز. وزي والرمز بتاعه على فكره بيبقى عامل زي حرف الثمانيه كده اللي هي زي رقم 8. ده الرمز بتاعه في القاموس بيبقى عامل زي الثمانيه كده اهي امبريلا مثلا اهي امبريلا 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 اهي امبريلا مثلا زي ايه؟ زي سن اهي صن. قلناش سان ولا قلنا سان؟ قلنا صن 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 صن. زي كات كات. طبعا كات وكات عشان تميز ما بين الآ والآ. لما نقول آ يبقى هنقول كات. لما نقول آ هنقول كات. يعني نيجي لما نيجي في الكلام تسمع الساوند آ تبقى تعرف ان الساوند ده اليو بتاع الليتر يو حرف اليو غير الساوند
بتاع letter A. لما نيجي نقول كلمة زي cat غير لما أقول cut. لما أقول cat يبقى C-A-T. لما أقول cut يبقى C-U-T. لما أقول مثلا hat, cat يبقى H-A-T. الساوند hat. غير لما أقول يا عامل hot. Hot H-U-T. ساوند up. يبقى أنا بميز ما بين الساوند بتاع الـ A اللي هو A والساوند بتاع الـ U اللي هي A. ده في شورت. طيب كلونج يو، اللونج يو ساوند بتاعها في البريتش بيبقى ساعات يو وبيبقى ساعات او او. ده اللونج يو واليو الطويله، ساعات الساوند بتاعها بيبقى او وساعات بيبقى يو. انما اللونج غير اللونج او. زي كلمه ايه؟ اهي الكلمه دي مثلا اهي، والرمز بتاعه بيبقى حرف اليو وجنبيه نقطتين كده، ده اللونج يو، ده الرمز بتاعه في القاموس يو كده. الكلمه دي ينطقها ايه؟ كيوت. يبقى هنا اتقطع يو كيو كيوت كيوت. فاحيانا بيتنطق او في كلمات زي الكلمه دي اهي بلو اهي بلو اليو بلو بلو بلو. دي لونج يو بلو.